كل شيء خص يكون بحال بحال، كل شيء قرا مزيان يولي موظف يتزوج يدير العرس، ولا ما عندوش ياخذ كريدي، الدار خذ كريدي، طوموبيله خذ كريدي. سمعتي نفس المواطن وتفكر مزيان، ماشي اي واحد غادي يدير داكشي اللي بغا، يقدر تكون عبد وراك ما عارفش ما الا راك عبد. خديتي كريدي ديال دار تبقى خدام عليه 25 سنه، خديتي كريدي ديال طوموبيله تبقى خدام عليه 10 سنين، خديتي كريدي كاع دوك الكريديات لي ستوبيد ديال تسافر على برا، تاخذ كريدي تسافر على برا، دوز عطله ومن بعد ترجع تعيش الجحيمه معلم. غتقول لي واش غادي ندير انا نجمعت 36 مليون من الوظيفه اخوان اخر مره دويت على واحد الموضوع ديال 3 الصباح 5 الصباح باش تاكل، بزاف الاخوان فهموا قلت انا اخويا السيمون بدا ناكل 5 الصباح، ماشي هادشي اللي قصدت الاخ، قصدت ان دير داكشي اللي مرتاح فيه وكيسلكك وعلى حساب الموقف اللي انت فيه، مرات 3 مرة 5 اللي مسلك، كاين مرات يسلكك 3 مرات يسلكك 5 كاين شي مرات يسلكك القمه، دير المهم هو دير داكشي فاش انت مرتاح، هادشي انا اللي قصدت لك، قصدت لك ماشي داكشي اللي حفظوك في حياتك وبغاو لك ديرو ديرو، اصنع حياتك الخاصه من. والموضوع الثاني اللي كنت دويت عليه هو الوظيفه، وقلت باللي ما تاخذش كريدي من البنك وانت موظف، بالعكس الوظيفه هي واحد المرحله في حياتك خاص تجمع فيها فلوس وتجمع فيها راس المال باش دير شي حاجه ديالك وباش انت واحد النهار انت تخدم عباد الله وتطور حياتك. معاشي يا اخوان تيقول لي يا خويا السيمو انت انا باغي نخلي الوظيفه، لا لا اخي انا ما قلتش خلي الوظيفه، قلت لك بقى في الوظيفه، الوظيفه مرحله سهل عليك الله خدمتي الحمد لله جمع لي الفلوس، الوظيفه ماشي باش تمشي تاخذ كريدي، اذا خديتي كريدي تقول بتي مبروك امل. خديتي كريدي ديال دار تبقى خدام عليه 25 سنه، خديتي كريدي ديال طوموبيله تبقى خدام عليه 10 سنين، خديتي كريدي كاع دوك الكريديات لي ستوبيد ديال تسافر على برا، تاخذ كريدي تسافر على برا، دوز عطله ومن بعد ترجع تعيش الجحيمه معلم. وبالعكس معلم يقدر تخدم موظف ودوز عليك 10 سنين وكتجمع كتجمع كتجمع وكتانفيستي في شي حاجه ديالك وحاط خدام على شي حاجه ديالك على جنب، 10 سنين ديال الجحيم ومن وراها كتبدا الحياه معلم، هادشي اللي بغيتك. صافي وديك السعاد كتمشي كتدفع ديميسيون ديالك ديال الله يعاونكم عن جدارة واستحقاق وكتخلي لديك البلاصة لواحد ولد الناس آخر حتى هو يجي يتمعش فيها يغرسو شوية مع الدولة ولا في القطاع الخاص يجمع شي بركة وحتى هو يخوي يتكل على الله. إخوان راه الوظيفة ماشي عيب وبالخصوص الوظيفة اللي كتستافد منها واحد ليكسبيريونس واحد الخبرة وكتطور راسك مخيرة، إلا ما كنتيش كتطور راسك ولا حتى شي حاجة على الأقل كتجمع شي بركة باش دير من بعد شي حاجة ديالك، راه خاص تنقز الانسان جلد الحياه هذه باش يطور من راسه، فين ما كنت زادتي ولد ملياردير ولا ولد فقير خصك تطور من راسك، فهاد الحياه باش نعبدو العباده ولكن خصك تطور من راسك، راه الله ما يبغيش يشوف كيما حطك كيما رجع لقاك. واحد السؤال اخر ديال خويا السيمو امتى ندفع الديميسيون، خويا ما تدفعش الديميسيون راه كنضل تنقولها حتى يكون عندك باش تعيش 3 سنين الجايه وانت مرتاح، حط شي بركه كافيك تعيش مرتاح، انا كنصح 36 مليون، مليون في الشهر. أتقول لي واش غادي ندير انا نجمعت 36 مليون من الوظيفه، الوظيفه كتعاون بها ولكن الدفعه الصحيحه هي الخدمه اللي كدير على جنب، مثلا الخوت كيخدموا سماسريه كاين اللي كيخدم تيبيع وشرا في الطوموبيلات، ما تحكرش معلم البيع وشرا في الطوموبيلات، في الليل ملي كتسالي الخدمه ديالك كترجع تقلب اشناهو ادسنس اشناهو فايفر اشناهو خماسات كتطور شي مهاره كتبدا تبيعها في الانترنيت هكا باش توصل 36 مليون. بيان سور الوظيفه كتعاون بها كتسرع لك الوتيره، كترجع من الخدمه في الليل كتريح كتقلب اشناهو الريسكين كتلقى بلي خصك تانفيستي شي بركه كونت تاع جوجل بلاي دير 25 دولار، ها هالوظيفه فاش كتنفع، انت مخلي شي بركه كل شهر كتانفيستيها باش الصاروخ ديالك يطلع. وراها الاخوان ما سهلاش، غتولي تخدم جوج خدامي، خدمتك الوظيفه كتضرب فيها تماره وكتجي للدار عاد كتضرب تماره، عليها كنقول لك الاخوان واحد 10 سنين ولكن من بعد كاينه واحد الحياه كتستاهل بحال هاد الحياه اللي كنبارطاجي معاك يوميا. اسمح لي وانا كنكون معكم ديما صريح نقول لك تجرت لك الكلب، دازت عليا تجرت لك، ولكن كلشي غادي يضحك عليك ديك الساعه، ولكن كلشي غادي يتمنى يكون بحالك هاد الساعه، فهمتي يعني ضرب تماره واحد 10 سنين خلوهم يضحكوا عليك ومن بعد تضحك على كل شيء. والحاجه الثالثه اللي تبارطاجات في الفيديو الاخراني هي كنت راه كنشري الا كنمشي ناكل في شي بلاصه كنشري اكثر من داكشي اللي كناكل باش نصدقوا، او بيان سور شي ناس النيه ديالهم خايبه قال لك اودي راه كتصدق الشياطه، غنعطيك واحد الجواب واعر اللي تنقول لهاد الناس هذا هو، شوف داكشي اللي كتعطي كتاخذ، عطيتي الشياطه غتاخذ الشياطه، انا الحمد لله عايش حياه واعره ماشي حياه ديال الشياطه، واحد خونا عنده مازيراتي جاكوار يملا وحوم ماشي شياط، على حقيقتاش ما كنعطيش الشياطه اصاط. يو ار نوت فاكين سمارت، يعني انت راك ذكي باش تعطي الشياطه، لا
داكشي اللي كتعطي منه في هذه الحياه كتاخذ، كتعطي الحياه كتاخذ الحياه، كتعطي الحب كتاخذ الحب، كتعامل مع الناس زوين تيتعاملوا معاك الناس زوين وغادا كدور. يعني الا كنتي كتقول علاش شي لاقيني الله مع ولاد الحرام وناس الخايبين راجع راسك. الا كنتي كتقول علاش انا رزقي تعصر عليه هاد كناخذو، لان انت كتعصر عباد الله هاد كتعطي داك الدرهم طلع حتى هو تيعصرك عاد تيعطيك 4 دريال. وفي اطار هاد تتعطي الشياطه اخوان، عطيت 100 مليون شياطه وزكا معايا، ولكن انا راه عطيت بعدها بشهر ونص قسما بالله الله رد لي اكثر منا الحق. اذاش من الله ملي كتعطيه راه ما كيسمعش فيك تيعطيك اكثر. يعني خاصه هاد المره فكر لي شنو كتقول، شنو كتصرف، شنو كدير في عباد الله، شنو كدير في حياتك، على حقاش في الاخر كامل داكشي غادي تقلب عليه كامل. ما انت ماشي ذكي بزاف وانا ماشي ذكي بزاف، حتى انا رايح حمار اول ما بيناتنا حتى شي فرق. انا فايت كي بدرس واحد شحال من مره شي واحد تيدير معايا شي فلاش وعندي البوسيبيليتي ديال ندوز عليه ونعفط عليه، ولكن كنخاف اخويا، كنخاف من الله على حقاش كدور، كنقول الله يسامحو كنتكل على الله وتعوضني الله. واحد تجربة اخرى معلم هي واحد النهار كندور في المغرب بحال هكا وقفوا عليه الطلبه بزاف داك النهار في واحد المدينه بلا ما نسميها، وانا نقول الله لا باقي عتقت شي واحد بالرب الا قسما بالله بعد سيمانه جوج غادي الرزق وكينقص، غادي الرزق والامور كتعكس عندي. شفتي يا معلم المشاكل والمصايب والخدمه كتعكس من كل حد بين واصاب، وانا نقول لا 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 هذا راه اللي بدلت، وانا نطلق يدي ويسهل الله عاوتاني والامور تسهلت، وانا نستنجها مش انا اللي كنعطي، انا كنعطي غير باش يعطيني الله. هادشي اللي يعني يا معلم خلاصه القول ماشي انا اللي كنعطي وماشي انت اللي كتعطي، العطي هو الله غير كيعطيك من داكشي اللي عطيتي. انت عطي هو غادي يجمع لك الحساب وغادي يعطيك اضعافا مضاعفه، سواء عطيتي فلوس سواء مجامله سواء كنتي مزيان سواء حقد تاخذه. غير طريقه باش تحكم في الناس هما الناس، انت لا حاولتي تميز غادي يسب كلشي علاش باش تبقى بحالهم، واخر انت تخاف من السب ولا داكشي وتحاول ترجع بحالهم باش تبقى بحالهم، وهاكا استطاعوا يردوك بحالهم وتعيش بحالهم. اصلا معلم مات التمييز، مابقاش عازم زاد التمييز، كل شيء خصو يكون بحال بحال، كل شيء يقرا مزيان يولي موظف يتزوج يدير العرس، ولا ما عندوش ياخذ كريدي، الدار خذ كريدي، الطوموبيله خذ كريدي. صنعتي نفس المواطن وتحاول تحكم في الناس لان عندك نفس النسخه، وحتى شي واحد الا حاول يتميز الناس كيضربوه وتيعاودوا يطبعوا ليه حتى هو نفس النسخه وكيعمروا ليه ورقته. خصك تزوج ودير العرس ودير الدار والطوموبيل جاوبوا ليه على الامتحان ديالو وبنا. ماشي ساهل تاكل بخمسة ديال الصباح، ماشي ساهل دير داكشي اللي بغيتي اصاحبي، فكر مزيان، ماشي اي واحد غادي يدير داكشي اللي بغا، يقدر تكون عبد وراك ما عارفش يا معلم راك عبد. حتى انا كنت بحالك، حتى انا كنت كناكل ثلاثة ديال الصباح، نهار كنت فاقر كنت كناكل ثلاثة ديال الصباح، خمسة ديال الصباح ماشي ساهل. كنقصد لك شي حاجه كبر ما تركزش مع الصبع، راه كندوز لك شي هضره اخرى ما بين السطور. الاخوان سالوا هاد السطوريات هادو صايق وكنصور بالتوفيق للجميع، الله يسهل الجميع، رجعوا عاوتاني اللايف ستايل كنبغيها، وكل اللايف ستايل كيشد الناس وفي وسط ديك شادهم كدوز لهم افكار زوينه. بزاف ديال الدراري تيقول لي علاش ما تقدش السنان كخايسيم، ولا علاش ما تزرع الشعر خايسيم. نقول لك الصاط ملي كيكون ما عندك حتى شي حاجه شي انجاز في حياتك كتولي كتديها في الشكل ديالك وداك الشيء الخاوي. دابا الاخوان انا بالفلوس اللي عندي واش غادي يقهروني نقاد سناني ولا نقاد شعري؟ واخا شعري ما عنديش فيه شي مشكل باش ندير زراعه الشعر، لان عندي التستوستيرون عالي وكيتحول للدي اش تي، هادشي اللي قال لي الطبيب عليها كيتساقط الشعر، قال لي ملي تكبر في السن غادي تعاود ترجع عاوتاني بوكوس. اجي لساني انا شويه قدرت تقول هاد خونا كيخرف، اجي نمشيو عنده، انا مليونير اجي نمشيو عند لي ملياردير، نمشيو عند السي عزيز دخنوش شتي سنانو كي داير سنا نرسا، ولكن ما هادشي التافت شي هادشي هضره خاويه اصاحبي، ما يمشيش يقد سنانو انت تقد سنانك. الاخ بغيتك دير شي حاجه في حياتك، ما تبقاش تافه في الشكليات، لو السنينات قد السنينات كتشعر الفلوس ديرهم في جيبك معلم راه غادي ينفعوك، والشكل ديالك الله يجعلك تكون مشتت يا معلم. الا درتي في ليساج غادي يحترموك الناس بزز منهم ومن الاخر يا معلم. الحق اذا انت ما عارفش شكون هو اللي قال لك قد سنينات، وشكون هو اللي قال لك دير الميكاب وشري الميكاب ودير شامبوان وكذا، هذه تجاره معلم، ولكن كتاخذ منها داك الشيء اللي اساسي وكتسمح في الباقي، لان راه ما يساليش تبقى حياتك كامله كيبيعوا لك وانت كتشري كي شي غنمه. ركز معلم تطور راسك وتطور المهارات ديالك، ودوك المهارات ديالك من بعد تصرفهم الفلوس وتدخل بهم شي فلوس وتصنع واحد الهويه اخرى لراسك، ماشي شي هويه مبنيه على الشكل، ولكن شي هويه مبنيه على شي انجازات درتيهم في حياتك، شي حاجه نيت.
تقول لي يا اخي سيمو انت كاع شنو درتي في حياتك؟ ما درت حتى لعبه. المهم صوفيت راسي من الاخر، كنت عايش في دواري زيكو صوفيت راسي. وفي 2013 تكلاسيت من كليك بانك شركه امريكيه احسن ماركتر في شمال افريقيا والشرق الاوسط معلي. ومراها عاوتاني في 2015 تكلاسيت عاوتاني احسن ماركتر في شمال افريقيا والشرق الاوسط رقم واحد من شركة عربي آدز، هي رقم واحد في مجال الدعاية في الانترنت في الدول العربية كامل. 2014 معلم عيطت لي واحد الشركة عربية كبيرة سميتها انا مشي غنية عن التعريف، حضر لي افتتاح كضيف شرف كأحسن ماركتر في شمال افريقيا والشرق الاوسط ومشيت حضرتها معلم. المهم درتي شي حاجة نسيت عاوتاني واحد القضية. 2011 تكلاسيت عاوتاني نفس القضية احسن ماركتر، 2011 احسن ماركتر في شمال افريقيا والشرق الاوسط من شركة السيج. السيج راح تدو على شي حاجة كبيرة. واي مهارة وليتي واعر من 1% في العالم فيها راضي تدير بها الفلوس، سواء ديزاين سواء كديفلوبي بروغرامير، انا ماركتر صافي هذا هو الفرق. لدرجة وليتي من 1% احسن 1% ماركترز في العالم. واش دابا نقدر نقول لك باقي واعر في الماركتينغ؟ ما عرفتش، لان بحال اللي قلتي شرفت واللاعب ملي كيشرف كيولي مدرب. دابا عندنا التيم انا اللي كنتريني بهم، ولكن نقول لك شي 3 سنين هادي ما قصت فيسبوك اد، 5 سنين ما قصت جوجل ادورد، ولكن باقي كنتريني بهم. بالصات بالرجوله بغيتي الناس يسمعوا لك ويحترموك، دير شي انجازات في حياتك، طور شي مهاره بيعها، دير شي فلوس ودير شي انجازات هكا يحترموك الناس. اما فما كلها سنان ولا شعرك شي ديال اللوزر سامحني اخ، وسمح لي مند انا وانا وانا، لان عطيت براسي هي مثال وعدو بالله من قولت انا، ولكن هادشي كامل كان حاجيه باش انت دير في حياتك شي حاجه. واحد النهار علاش لا تولي شي انسان دير شي حاجه ونفتخر بك، وعلاش لا ما نوليو صحاب كاع؟ الله ترينينا وسالينا، ممكن يهزوني يدوني حتى للشومبر ما بغيتش. بغيت نتلقى رجليا شويه، كانت تقريبا شي كيلومتر وصريفه ما بين لاصال والروم فاش جالس. المهم اللي بغيت نقول لك الصاد واسمعني مزيان، اهم حاجه الصاد تركز معاها هي تحسن الصوره اللي كتشوف بها انت راسك، ماشي كيفاش كيشوفوك الناس. لانه واخا يشوفوك الناس واعر وانت كتشوف راسك حمار في الاخر راك حمار، ولكن انت تشوف راسك واعر والناس كيشوفوك حمار في الاخر انت راك واعر. شفتي الا بقيتي كتزكي مع راسك تنوض تمشي تجري مع الصباح وتنوض وتمشي دير شي خدمه وديرها وتزكي مع راسك شي حاجه تقضيها وتقضيها، غتبدا الصوره ديال راسك كتحسن عند راسك، وهذيك هي اهم حاجه وهذيك اللي كدير الفرق. راه كيفاش كيشوفوا عباد الله غير مهمه، وتكون متميز. ماشي كاع الناس اللي كيلتزموا مع راسهم كيديروا داكشي اللي التزموا به. حاجه اخرى تكون عندك شي مهارات ما كاينش عند اي واحد، متميز في المجال ديالك، هارب على الناس، هكا الصوره ديالك كي كتشوف راسك غدو كتحسن. وما حد كتشوف راسك شديد الحياه كتعطيك، وما حد كتشوف راسك راك كتستحق كتضرب تمارا وكتستحق كتولي الحياه تقول لك فعلا كتستحق، ولكن اللي كتشوف راسك ما كتستحقش وما كديرش علاش فعلا ما كتستحقش الحياه ما كتعطيكش، كلشي من الصوره اللي باني انت على راسك. ما خايديك الهضره ديال السيمو قد سنان قد شعرك، غنقول لك الصاد بالرجول. ملي كنكون واقف في المغرب حدا صاحبي مهدي الناجي ملك جمال المغرب، انا تيجينا راسي انا راني بوقوص عليه، وتيجينا راسي انا راني واعر عليه، تقبلها ولا ما تقبلهاش مع راسي. سيرت الله الصاد على الصاد كيدير الصاد بوقوص ربان، ولكن ماشي كثر من الناس. عليها كنقول لك الصاد انت كيفاش كتشوف راسك من الاخر؟ انت تقول لي لا، ولكن المهم انا اش كنقول؟ ماشي انت، انا كنقول انا واعر عليه، عجباتك ما عجباتكش هادشي اللي كاين. واكبر حاجه شمتوك بها وسمح لي نقول لك واحد المصطلح شويه واخا غير لائق قول بوك بها، هي تبقى ترضي الناس وتبقى تشوف كيفاش كتبان للناس، وهي راه غير مهمه ما تتاثرش في حياتك ترى ما كتاثر انت كيفاش كتشوف راسك الصاد. واكبر حاجه شمتوك بها وسمح لي نقول لك واحد المصطلح شويه واخا غير لائق قول بوك بها، هي تبقى ترضي الناس وتبقى تشوف كيفاش كتبان للناس، وهي راه غير مهمه ما تتاثرش في حياتك ترى ما كتاثر انت كيفاش كتشوف راسك الصاد. هادشي ما كيمنعش ان تبان للناس واعر وانت مع راسك كيبان لك راسك واعر، هادي مزيانه، ولكن كتبان للناس واعر وانت حاقد على راسك وكديري داكشي باش ترضي الناس فاك الصاد، راهي كتدمر راسك نهار على نهار ما غاديش تمشي فين. اسمح لي نقول لك انت راك ماشي احسن من دوك البليونيرز والمليارديرات كنسميو حنا في المغرب، راك ماشي احسن منهم باش تمشي تقد سناك، تقد سناك تبقى حاقد على راسك، تقد شعرك حتى حاجه ما كتبدل، لان ما بدلتيش الداخل ديالك معلم هو اللي مهم معلم. ونعاود نطلب منك السماحه وسمح لي طولت عليك في هاد السطوريات هادو كتفرج فيا ولد ولا بنت، البنات حتى هما كيقول لك علاش ما كدوش مع البنات، لا كندوي مع كلشي. تبارك الله عليكم والتوفيق لكم، وسمحوا لي الا طولت عليكم، تبارك الله عليكم.